ولتسليط الضوء أكثر حول الأزمة القطرية، أقيمت ندوة حوارية تحت عنوان مستقبل الخليج العربي في ظل الأوضاع الراهنة، حاضر فيها المحلل السياسي الدكتور فهد الشليمي. وجاءت الندوة للإجابة على استفسارات الحضور وتساؤلاتهم حول ما يتعلق بالأزمة القطرية ومستقبل دول الخليج. تفاصيل الندوة الحوارية في سياق التقرير التالي. بالمنامة مطرح أخكو به ويميل عذري للرويس وسادة، ويهيم قلبي في المنام محلقا بالدوحة لي نسب أهله وأحفاده. روح شعبية واحدة تربط الشعب البحريني بجميع مكوناته مع الشعب القطري الشقيق، دللت عليها هذه الكلمات الصادقة من هذا الرجل لتؤكد مدى تلاحم وارتباط الشعبين. قالها بعد ندوة حوارية في مجلس سعادة النائب محمد المعرفي، جاءت بهدف الإجابة على استفسارات المواطنين وتساؤلاتهم حول كل ما يتعلق بالأزمة القطرية ومستقبل دول الخليج من قبل المحلل السياسي الدكتور فهد الشليمي من دولة الكويت الشقيقة. لكن احنا مدركين تماما ان الخطأ راكب بعض الأطراف القطرية 100%، اللي تآمر ويتصل مع اللي يعملون المظاهرات والفوضى، شو تسميه هذا؟ اللي يفتح قناة الجزيرة ضد الكويت 20 سنة ويهاجمنا ويجيب الناس واحنا اولادنا مذبوحين ما صار لهم 6-7 سنين ويخليه يهاجم ويتهم الكويت انها حاصرت العراق، شو تسميه هذا؟ اللي تخلي فيصل قاسم وتعطيه البرامج وتخليه يتحدث على كيفه ولسانه سليط على قادة وعلى دول مجلس التعاون الخليجي وعلى العرب، شو تسميه؟ اليوم تشرفنا بمحاضرة الدكتور فهد الشليمي، والدكتور فهد الشليمي هو طبعا معروف على مستوى الوطن العربي والخليج، محلل أكاديمي ودكتور متخصص. ما ميز هذه المحاضرة اليوم لنا احنا كمتابعين انه شخص الحالة اللي يمر بها النظام القطري من جهة، ومن جانب ثاني كذلك شخص الأسباب والتداعيات التي أدت بالنظام القطري أو جعلت من النظام القطري أن يقوم بهذه الخطوات. هناك عدة أسئلة تطرقوا لها المتداخلين كانت تمثل هاجس أو النبض الخليجي. إقامة هذه الندوة المهمة لتثقيف وإيصال المعلومة الصحيحة من خلال رجل متخصص في هذا الشأن، رجل سياسي يدرك تماما اللعبة الكبيرة التي تتعرض لها المنطقة بأسرها، فلذلك أصرينا أن احنا نجمع عدد من أهالي المنطقة من منطقة الرفاع، وإضافة إلى دعوة أخواننا في المحافظات الأخرى في مملكة البحرين لمشاركتنا هذا الحدث المهم، وإطلاعهم على آخر المستجدات في الملف الخليجي بشكل أوسع من خلال أشخاص متخصصين مثل الدكتور فهد الشليمي. أعطانا أن نقدر نطرح عليه أسئلة مباشرة، وقبل كل هذا ان الدكتور كويتي واحنا هنا بحرينيين، فالدكتور اليوم كان يتكلم بهويه، او احنا خلينا نقول احنا نتكلم بهويه، هويه الخليجيه، احنا كخليجيين ان احنا مصيرنا واحد، وهذا الشيء الجميل كان. والامر الاخر خلينا اقول لك شغله، يعني حتى المداخلات الاسئله كانت للدكتور كانت في صلب الموضوع او صلب الازمه اللي احنا نعاني منها الحين اللي نمر بها الحين، وندل على شيء يدل ان المجتمع البحريني مثقف سياسيا. بين أسئلة ومداخلات أثرت الحوار حول هذا الملف الحساس، تفاعل الحضور مع الدكتور الشليمي في أجواء حفتها الصراحة والجرأة في طرح أبرز مسببات الأزمة القطرية والممارسات القطرية الهدامة التي أضرت بدول خليجية كان على رأسها البحرين وشعبها. كثير من المعلومات اللي قدمها الدكتور كانت صراحة بالنسبة لي ليست بالجديدة، لكن فريدة من نوعها بالأخص في الطرح وإيصالها إلى أذهان المواطن، بالأخص أن كثير من المواطنين في البحرين يعرف أن في خلاف قطري وإشكالية بين الحكومة القطرية أو بين النظام القطري وبين دول المقاطعة حق هذا النظام، لكن
طبيعة التفاصيل الصغيرة قد يجهلها وقد يستفيد ويعرفها من خلال محاضرات مثل هذه. يعني الحقيقة أن الاستفادة معرفة أبعاد هذه الأزمة وأسباب هذه الأزمة وهل هناك حلول لهذه الأزمة، وهذا ما نتمنى. بعد ساعتين ثريتين بالحوار والنقاش والتفاعل البناء، خرج الحضور بمحصلة معرفية شاملة وواضحة حول مستقبل الأزمة القطرية وما دار حولها من مغالطات ومحاولات لتشويه الحقائق. ندوة تثقيفية حوارية تبادل خلالها رواد مجلس سعادة النائب محمد المعرفي استفساراتهم وتساؤلاتهم حول الأزمة القطرية ومستقبل دول الخليج في أجواء واسعة من حرية الرأي والتعبير. وبين الدكتور الشليمي خلال هذه الندوة الدور القطري الخطير الذي لعبته حكومة قطر في دولنا بالأدلة الدامغة. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.